من فترة اختفت طليقتي وما بنتي مدام حكمتها طلة. أنا مش هتكلم عن الموضوع ده كتير لأنه اتقتل بحث من كل الصحف والبرامج والمجلات وقتها. تم اتهامي ساعتها إن أنا كنت وراء اختفائها بسبب المشاكل اللي كانت بيني وبينها. طبعاً مقدر كل واحد عايز يوصل للمعلومة حتى لو كان ده على حسابك أنت شخصياً. ربنا يعلم قد إيه أنا كنت أحرص الناس على الوصول للحقيقة دي بالرغم من الخلافات اللي كانت بيني وبين طليقتي، لكن على الأقل كان علشان خاطر بنتي، بنتي الوحيدة اللي ملاش أي ذنب في كل اللي بيحصل لها. أنا جاي النهاردة علشان أقول لحضراتكم إني عرفت السبب وراء اختفاء حكمتي، أو بمعنى أصح السبب وراء قتلها. للأسف حكمتي اتقتلت واتدفنت في نفس البيت اللي اتجوزنا فيه واللي اتولدت فيه بنتنا الوحيدة. يعز عليا قوي إن أنا هقوله، بس مفيش مفر من الحقيقة اللي ورا الجريمة دي. هي ليلى معداوي، أخت عيسى معداوي الصحفي اللي قاعد قدام حضرتك. ليلى معداوي أختي، واحدة من المماليك. يا ترى مش زي الناصر شهاب الدين بالظبط. ليلى ما ينفعش تعمل كده. لا يا حبيبتي، شوك يكون ده حقيقي. طمعت في كل حاجة وما قدرتش تسيطر ولا تتحكم في مشاعرها ورغباتها لحد ما بقت مملوكة ليها. ليلى أختي هي اللي قتلت حكمت أم بنتي. مش مهم ده حصل ليه ولا حصل إزاي ولا أنا إزاي عرفت، كل دي تفاصيل أنا هتكلم عنها قدام جهات التحقيق المختصة، لكن للأسف هي دي الحقيقة. مهما كانت مرعبة، مهما كانت بشعة، بس أكيد الحقيقة كانت لازم تبان في يوم من الأيام. أنا قبل ما أطلع مع حضراتكم على الهواء قدمت بلاغ لمكتب السيد النائب العام. فاصل وهنعود لحضراتكم. مش ممكن، مش ممكن حكمت عايشة، مامي ما ماتتش. ليلى هي اللي قتلت مامي؟ بابي كان عارف؟ لا الكلام ده مش حقيقي، أنا بنتي عايشة، أنا بنتي عايشة. أنا الوحيدة اللي كنت عارفة إن هي مش هترجع، محدش غيري كان عارف. لا لا الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده مش حقيقي. حكمت عايشة، أنا بنتي عايشة. بنتي عايشة. أخبار القضية إيه؟ وصلت لفين؟ القضية خلاص اتحفظ. بجد؟ المحامي قالك كده بنفسه يعني؟ طب ما قلتش ليه؟ ما قلتش ليه؟ كان زماني دلوقتي في مصر. لا يا حبيبتي، ما هو القضية اتحفظت بس مش في النيابة. يعني إيه مش في النيابة؟ يعني اتحفظت عندي في الدرج. درج إيه يا داغر؟ هو أنت ضارب حاجة؟ إيه بقى الكلام ده؟ ضارب إيه؟ أنت عارفة؟ أنا بطل القرف ده من زمان، أنت بس لسه في الغيبوبة شكلك. يعني إيه؟ يعني أنا عندي في المكتب في بيتي، بيتي الجديد على فكرة، عندي ثلاثة دراج والثلاثة أهم من بعض. أول درج ده في القضية اللي خدتها من المحامي وقلت له شكراً مش عاوزين،
وتاني درج في بقى شوية المجوهرات على الكاشات على الفك اللي كانت عندك في الخزنة في البيت. أما بقى تالت درج فده آخر العنقود، ده اللي فيه التوكيل بتاعك بالبيع والتصرف اللي انت عملته لي بنفسك. توكيل ايه؟ انا عمري ما عملت توكيل لحد. الله، مش بقولك انت لسه في الغيبوبة؟ انا اللي ضربت التوكيل ده يا حبيبتي بإمضتك، وهي هي نفس الإمضة الخالق الناطق، عارفة؟ انت نفسك حياة امي لو شفتيها ما طلعت فرقيهم من بعض. قلبي يا واطي اهدي اهدي، هتلبسي نفسك مصيبة تانية ولا ايه؟ ما كفاية اللي انت فيه ده، انت حتة فار وسخ. الفار ده اللي محبوس زيك، انما انا هرجع بلدي بالشياكة ومحدش عاوز مني اي حاجة ولا ليه عندي حاجة. انت بقى هتعيش هنا طول عمرك، ولو فكرتي ترجعي بالأساور يا حبيبتي في المطار. غبي، هتشوف، أنا حوريك وحوريك لما أرجع مصر، وحرجع. أنتظى فاضية، طمع وحش وقلة قيمة أوحش بكتير، وأنت طول عمرك طماعة وبتحسين نقل منك وأنا شغال معاكي طول عمرك. بس دلوقتي بص أنت فين وأنا فين. على فكرة أنا دافع لك الأوتيل كله بس لحد بكرة بس، عشان أنت بيتي على الحديدة. بي كول يا شاهي، انت اللي علمتيني كده يا حبيبتي. ام كول كده سري مات، ما بقتش مملوك لحد. هسيب لك ده تذكار زي ما انت يا سالم، طول عمرك ملكش عزيز. ياه، انت الوحيد اللي ما تخيلتش اني هشوفه دلوقتي. صحيح مفيش جريمه كامله، وانت ما خيبتش ظني فيك من ساعه ما رجعت وانا عارف انك قدها. سيبني اسافر يا جميل بيه، انا خلاص خسرت دنيتي كلها، سيبنا الحق يرضي. طب وحقنا احنا فين؟ أمرني. طلب بسيط، كل حاجة. نعم. مستغرب ليه؟ بقولك كل حاجة بس كده بقى كتير يا راجل. ده كلام، ده هند استحملت، انت بقى مش هتستحمل. كل حاجة. امضي. اللي حامله يا سالم ولا نسيت؟ ماشي، الحق انت طيرتك وانا اخش انضف الوساخ اللي انت عملتها. واه، في مندوب هيبقى يحصل منك الفلوس اللي بره. الو. ايوه يا فندم، كله مشي زي ما سعادتك امرت، مضى على كل حاجه تمام. معالي، مع السلامه. تفضلي. شكرا يا حبيبتي، الحمد لله. الله، يستاهل الحمد. الحمد ده احلى حاجه في الدنيا. اسمك ايه يا حبيبتي؟ سارة.
إن شاء الله هتبقي فرح للدنيا كلها. أنا نفسي أمشي. أنا أعرف بنت عزيزة عليها قوي، كانت كده حالتها زي حالتك، ما كانتش بتقدر ولا تمشي ولا تتكلم، ومامتها كانت فاكرة إنها تعرف كل حاجة. بس الكريم علم الخيوط وبقت بتقدر تمشي وبتقدر تتكلم وبقت زي الفل، كنت تشرح القلب بجد والنبي. لا هسير عند الكريم، خلي يقينك ربنا كبير ونعمة بالله. انت بس ادعي لها. بدعي والله، انا بقالي سنين عملت كل حاجة، انا هعمل لها زهر النهاردة. اوعي إلا السحر والشعوذة والكلام الفارغ ده، خليكي مع ربنا هو الشافي والمعافي. استغفر الله واذبحي واعملي خير لربنا كتير جدا، وإن شاء الله هتبقى كويسة. حكى لوجه الله. شكرا. احنا كلنا أسباب لبعض، إن شاء الله هتبقى كويسة يا رب. إن شاء الله يا رب يا رب. يا كريم يا شافي كل عليل،